مجدداً لاسا أف الغابات وملكيات الأراضي فيها إلى الواجهة، فلا تكاد تمر أيام قليلة هادئة إلا وتتجدد النزاعات في المنطقة مع وجود هذا الالتباس الحاصل بشأن ملكية الأراضي. وآخر فصول هذه المواجهات منع المساح الذي توجه يوم الاثنين إلى المنطقة بناء على طلب أحد المواطنين الذي يبني منزلاً هناك لتحديد النقاط القانونية لأرضه، وهذا ما جرى. في مواطن من لاسا اسمه فراس حسن المقداد عم بيعمل ورشة، نحن الوكيل المطرانية الأستاذ أندري بيسيل دعا لدى المخفر وأخذوا إشارة من النيابة العامة باعتبار هذه الورشة مخالفة ومنعوها من أنها تكمل. السيد فراس قدم اعتراض لدى قوة مقامية جبيل، قوة مقامية تحولت الاعتراض لتحديد مش المساحة، تحديد الحدود. طلع المساح مشان تحدد الحدود تيشوفوا إذا هذا هالورشة عم تنعمل بأرض بتخصه للسيد مقداد أو بتخص البطريركية المارونية. ما خلينا نعمل شيء، هاجموا منفى حوالي 50 رجال على المساح ومنعوا يكمل شغله. أما أهالي أفأف اعتراضهم على المسح مبني على أن هذه العقارات تعود ملكيتها لهم بناء على مستندات غير تلك التي تعترف بها المطرانية. أما مش مقبول هذا المنطق يجي بيوم يقول لي بدي أمسح أرض على خارطة ليسا بقلب أفقى، لا يسمح لنا فيها. في جهل هو بطبيعة الأرض يجي يسأل أهل الخبرة، هاي ضيعتنا وما حدا فيه يشتغل شغل فيها غصبا عنا. المساح جايب خريطة غير منطبقة على الأرض الواقع بين أفقى وليسا. نحن منحدد خراج بلة ليسا، خراج بلة ليسا بتحدد على ساقة حجر الديك مفهومي من ددل مخطير الكرة اثنين والبلديات بين أفقى وليسا، ومعترف فيها من ضمن البلدية والمخطير. ما في داعي لنجي نجيب خرائط مبهمة الحدود ونطبقها على الأرض. إذا مختارنا القديم وكل مخاطيرنا مش ماضيين على خريطة 39، على أي أساس بدون يجوا يلزمونا فيها؟ طيب بس يعني بالمنطقة، فوق عملنا جولة بالمنطقة، أهالي أفقع عم بيقولوا ما في أراضي بتعود للمطرانية، يعني ما في شيء بيعود لخرائط 39 اللي بتحكي عن المطرانية. القانون هو بيحدد هذا الموضوع لوين بده يروح. القانون نحن كلنا تحت القانون، هني ما بدهم يكونوا تحت القانون، هي شغلتهم. نحن المستند عندنا هي الخرائط سنة 39، منع عجبتهم يروحوا يعترضوا أمام القضاء، مش عندنا نحن ومش بالأساليب اللي عم بيعملوها. فإذا كانت خريطة المساح لا تنطبق على أرض الواقع، وإذا كان الواقع فعلا تحدده خرائط العام 39، فلمن كلمة الفصل في الموضوع؟ وإن الجهات الرسمية المخولة الإجابة عليها وإنهاء هذه الصراعات الدائمة؟ هذا السؤال قد يجيب عليه الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بناء على دعوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، الذي أوعز من باريس بوقف كل الأعمال حتى عودته لوضع آلية بدء عمل المسح.